السلام عليكم. رسالة إلى من يقسو على بناته أو على أخواته، إذا أنت قاسي عليهم من اللي بيرحمهم؟ في حديث عقبة بن عامر يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات صبر عليهن وكساهن كن له حجابا من النار. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركاه بنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كن له ثلاث بنات يكفيهن ويأويهن ويرحمهن وجبت له الجنة البتة. قال رجل من القوم: يا رسول الله، وثنتين؟ قال: وثنتين، مو بس حتى بناتك، لا تقول أنا ما تزوجت، حتى خواتك. يقول عليه الصلاة والسلام: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هذا في جانب الترغيب. أما في جانب الترهيب، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تسأل عن رعيتك يوم. حتى وإن كانت أختك، حتى وإن كانت بنتك، ما تظلمها، الظلم ظلمات يوم القيامة، وترى دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت بنتك أو أختك. وكثير من العلاقات المحرمة تقع بسبب الجفاف العاطفي بين الأب وبناته، بين الأخ وخواته، بين الرجل وزوجته. يعني المسألة مهي مسألة شرعية بس، مسألة عرض حتى، لأن يعني بعض الأخوات من ضعفه ومن قلة إن شاء الله ما تلقى حد تفضفض له، تتجه الشاب تفضفض له، هي تبي تفضفض بس عاطفي، جفاف عاطفي، وهو عنده شهوة أساسا ما يبي عاطفة. يعني هي مسكينة تحسبه يسمع لها وهو يبي يأكلها، الذيب البشري يبي يأكلها. فانتبه لبناتك وخواتك. وبعض الأخوات اللي وقعوا في العلاقات المحرمة، إما مكالمات أو أنها طلعت لها مع شاب، نسأل الله السلامة والعافية، شوف الجفاف العاطفي في البيت، تقول أسمع كلام ما يقوله لي أخوي، ألقى حدا فضفض لها، أو كلام ما يقوله لي أبوي، أو كلام ما يقوله لي زوجي، هذا يقوله لي، ارتحت معه، ارتحت معه، اسمع له ويسمع لي، يتربص بها الدوائر وهي مسكينة تحسب الدعوة عاطفية وفضفضة بس، وهي مي بفضفضة. تقول أبوي ما يسمع لي، وهذا يسمع لي، أخوي ما يسمع لي، زوجي ما يسمع لي، هذا يقول لي كلام ما قد سمعته من زوجي. سبق جاني بعض الأخوان زوجتي لقيتها تكلم شاب، قلت أنت مقصر معها في شيء؟ هي صحيح مقصرة في دينها، هي صحيح مقصرة في دينها، ولا كان ما وقعت في هذا، لكن أنت مقصر معها في العاطفة. قال نعم. قلت عوضها. بل أغلب الحالات اللي تجيني العلاقات المحرمة بسبب الجفاف العاطفي من الزوج خاصة، أو الأخوان أو الأب، أو الأخوان أو الأب. عشان كذا أقول لكل أب وكل زوج وكل زوج وكل أخ: انتبه مشاعر وجهك أهلك. أقول للأخوات: المشكلة إذا جيتي تطرحينها عند مصلح اجتماعي أو مصلح أسري أو مستشار أسري أو داعية، ترى ما هم مثل أبوك ولا زوجك ولا أخوك، يظل رجل غريب عليك وإن كان مصلح أو مستشار أو داعية، فانتبهي في كلامك. عليه الصلاة والسلام: لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قال رجل، الرجل يدخل فيه العالم والتقي والنقي والصالح والداعية والشيخ. أيضا كل أب وكل أخ، إذا تقدم لأختك أو بنتك رجال صالح زوجها، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وإذا ما تقدم لبنتك أو لأختك أحد، يا أخي أنت بحث لها، ترى في من الصحابيات من أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول تزوجني، لا تعضلها، إذا أتاها نصيبها، أتاها رجل كفو، خلها تروح تترزق يا أخي. ترى أنت يا الأخ وأنت يا الأب مثل ما عندك شهوة، ترى حتى بنتك وأختك. الزمن زمن فتن، والله العظيم زمن فتن، فلنتقي الله يا أخواني في الله، في بناتنا، في أخواتنا، في زوجاتنا. اللي يقطع قلبي نادتني قضية مرأة متزوجة محصنة لها علاقة مع رجل آخر متزوج. أنت محصنة، ربي حصنك زين، وأنت بعد ربي حصنك، تتجه إلى الحرام وإن كان زوجك مقصر، ما تتجهين. أتوقع كلامي واضح، إذا زوجك مقصر معس لا تتجهين إلى الحرام، ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تتجهين إلى الحرام. وين غالي، إذا ربي حصنك بالزواج، ما كفتك زوجها الله حلل لك أربع، لكن لا تتجه للحرام. زوجتك ترى ما ترضى تروح للحرام، تتزوج عليها لكن ما تروح للحرام. الكلام في هذا يطول، لكن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، نراقب الله عز وجل في أنفسنا، نقوم بواجباتنا بالشكل الكامل، اللي لنا واللي علينا، مو بهم شيء نفسي.